هذا وشارك سعادة السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي في لجنة الانتخابات لرئاسة البرلمان العربي لمتابعة إجراءات عملية صحة سير العملية الانتخابية. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من القاهرة سعادة السيد علي عبد الله العرادي عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي. بعد التحية سعادة العضو، حدثنا أكثر عن الدور الذي قمتم به خلال متابعة إجراءات عملية صحة سير العملية الانتخابية لرئاسة البرلمان العربي. مساء الخير، وانتهز هذه الفرصة لمسي بالخير عليكم وعلى السيدات والسادة المشاهدين، وأشكركم على هذه الاستضافة. وبالعودة إلى سؤالكم حول متابعة إجراءات صحة العملية الانتخابية، كما تعلمون بأن الجلسة الإجرائية الأولى في البرلمان العربي والتي تخصص لانتخاب رئيس البرلمان وانتخاب 4 نواب للرئيس يتم من خلالها طبعا تشكيل لجنة. هذه اللجنة تكون من غير أعضاء البرلمان المترشحين، تتولى الإشراف على عملية انتخاب رئيس البرلمان ونوابه، وطبعا تقوم هذه اللجنة بجمع الأصوات وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة يعرض ويوافق عليه البرلمان. طبعا ما قمنا به اليوم هو مراقبة عملية التصويت من خلال المناداة بأسماء الأعضاء وترتيبهم الأبجدي، وكذلك تسليم كل عضو بطاقة اقتراع لكي يقوم بالتصويت، أما لمنصب أو موقع الرئيس أو لمنصب أو موقع نواب الرئيس الأربعة. طبعا تأكدنا كذلك من أن التصويت قد تم وفق الضمانات الواردة في النظامين الأساسي والداخلي للبرلمان العربي، وبعد ذلك قمنا طبعا بجرد الأصوات وعدها واحتساب الأصوات الصحيحة والباطلة، ثم إعداد تقرير تم بوجب هذا التقرير إعلان الفائزين، وقد نتج عن ذلك طبعا فوز معالي الأخ محمد بن أحمد اليماحي رئيسا للبرلمان العربي للسنتين القادمتين، وكذلك فوز 4 من أصحاب المعالي والسعادة الزملاء نوابا للرئيس. طبعا هذه المشاركة وغيرها من المشاركات أعتقد يعني بأنها تؤكد على فاعلية الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين، وأيضا هي تؤكد على أن المملكة دائما تعزز من مشاركتها في المحافل البرلمانية سواء كانت الإقليمية أو الدولية، وأن لمملكة البحرين دائما دور أعتقد هام في تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون مع البرلمانات الأخرى. حرصنا كذلك من خلال المشاركة أن يكون لمملكة البحرين أيضا دور مهم في الإشراف على الانتخابات، وأن يكون لمملكة البحرين كذلك دور مهم في أن تترجم دبلوماسيتها البرلمانية كواقع ضمن البرلمان العربي وضمن أيضا الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان العربي. أنتهز كذلك هذه الفرصة بكل أمانة لكي يعني أتمنى كل التوفيق إلى الزميل والأخ محمد بن أحمد اليماحي كرئيس البرلمان العربي، وكذلك أنا أتوجه بصفتي أمانة عضو في البرلمان العربي بالشكر الجزيل إلى معالي الأخ عادل بن عبد الرحمن العسومي لما قدمه صراحة من دور كبير أثناء ترأسه للبرلمان العربي. نعم، من القاهرة سعادة السيد علي العرادي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.